السلام عليكم ورحمة الله وحيا الله الجميع. نحييكم اليوم من جناح كيا الجبر في الرياض بارك بمدينة الرياض. الجناح الجديد المخصص للتعريف بسيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلية، واللي كمان راح يتضمن تجربة قيادة للجميع. خلينا نشوف اليوم البوث مع بعض ونشوف ايش النشاطات والمسابقات وكمان الجوائز اللي عملتها كيا الجبر. وللدخول لمسابقة التصوير الفورية، في البداية بتسجلوا بياناتكم عند البوث. طيب نشوف مسابقة التصوير الفورية، بتاخذوا صورة بالنشاط اللي انتوا تبغوه. بيتم التصوير هنا في آلة التصوير الفورية باختيار الخلفية. طبعا بيتم الان طبع الصوره، وكمان نقدر نمسح الرمز لتحميل الصوره رقميا. طبعا الصوره تناخذ بيتم مشاركتها في هاشتاغ كيا سبورتج للمشاركه في المسابقه. وبعد مسابقه التصوير مباشره بتستلموا هديتكم من كيا الجبر. ونطلع للخارج عند باب رقم 1 في الرياض بارك، ونيجي هنا عند تجارب القيادة لكيا سبورتاج 2023. طبعاً بعد ما بتسجلوا بياناتكم في الداخل، حيكون في عندنا هنا سيارتين في الخارج، بتقدموا رخصة القيادة هنا عند البوث عشان يتم التفويض لكم. طبعاً ميدان اختبار القيادة حيكون هنا حوالين المجمع نفسه. أعزائي المتابعين، هذه كانت تقديرنا اليوم لبوث أو جناح شركة كيا الجبر في الرياض بارك لكيا سبورتاج 2023. لاستفسار أكثر وأكثر، تسجيل بياناتكم في الرابط الموجود في الديسكريبشن أدنى، شاركونا آراءكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات.